ثم وأصبح الملك لله. أحبتي طلبة الصف السادس، في محتوى الأسبوع السابع من مادة التربية الإسلامية، في بداية هذا الأسبوع أحبتي أتمناه لكم ملؤه الخير والبركات. سوف نبدأ في حصة في التلاوة لبيان الإظهار الشفوي، وهو من أحد أحكام الميم الساكنة، وحروفه هي جميع الحروف الهجائية ما عدا حرفي الميم والباء، والتي توضح كأحكام، وهي الإدغام الشفوي والإخفاء الشفوي والإظهار الشفوي. يجب أن يتعرف الطالب إلى الإظهار لغة، وهو البيان والإيضاح، ثم ينتقل للتطبيق الفعلي في سورة الحشر على هذا الإظهار. بعد ذلك خلال هذا الأسبوع أحبتي سوف ننتقل للجزء الثاني من سورة نوح، التي تناولت دعوة سيدنا نوح إلى قومه واستخدامه عدة أساليب لإقناعهم بتوحيد الله تعالى وترك عبادة الأصنام وصبره عليهم مع أنهم عاندوه ولم يؤمنوا بدعوته. أما بالنسبة لأساليب الدعوة فهي الطرق التي اتبعها الرسل واتباعهم من الدعاء لتعريف الناس بالله تعالى. وخلال هذا الدرس أحبتي الطلاب لا بد أن نقوم بحل ومناقشة الأساليب أو الاختيارات الواردة فيه، بالإضافة إلى أن الطالب سوف يقرأ ويتدبر الآيات المقررة من سورة نوح، وسوف يتعرف إلى الموضوعات الرئيسة في هذه الآيات، والتي منها موقف قوم سيدنا نوح من دعوته، والآيات كفضل الاستغفار. فتبين الآيات الكريمة أن سيدنا نوحا دعا قومه إلى عبادة الله تعالى مدة طويلة فلم يؤمنوا به، فشكى أمره إلى الله مبينا أنه استمر في دعوتهم إلى الإيمان سائر الأوقات، فقال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا إلا أنهم مع ذلك لم يستجيبوا. وكان موقفهم أنهم ابتعدوا، أعرضوا، وضعوا أصابعهم في آذانهم، غطوا وجوههم، وأصروا على الكفر والاستكبار. ثم بعد ذلك فضل الاستغفار، إذ تبين أن سيدنا نوح دعا قومه إلى ترك عبادة الأصنام وطلب المغفرة من الله تعالى. فالاستغفار له عدة فوائد، منها نزول المطر الغزير والرزق في الأموال والأولاد وجعل البساتين والأنهار مليئة بالخير والبركات. ولا بد أن يستزيد الطالب بالمعلومات التي بذلها سيدنا نوح في جهده في دعوة قومه إلى عبادة الله تعالى، إذ إنه استخدم عدة أساليب، منها أنه دعاهم ليلا ونهارا، لأن من الناس من يكون وعيه وإدراكه في النهار أكثر من الليل، والعكس كذلك. وكذلك دعاهم سرا وجهرا، بعض الناس يرفضون قبول الدعوة إذا وجه لهم الكلام أمام الجميع، إما استكبارا عن سماع الحق أو خوفا من أهله وعشيرته، فالمحاورة أمام الجميع لا تنفع أحيانا. وعلى الطالب بعد ذلك أن يقوم بحل ومناقشة أسئلة الدرس الخاصة في سورة سيدنا نوح. أحبتي طلبة الصف السادس، دمتم بخير ورزق وبركة، أسبوعا موفقا جميلا أتمناه لكم. إلى اللقاء.